بعد حيرة استمرت 20 عاما، رجل يكتشف أنه يحيض ولديه مبايض. فبعد أن تسبب بحيرة الأطباء لعدة سنوات، اكتشف رجل صيني يبلغ من العمر 33 عاما أنه ثنائي الجنس، بعد أن وجد فحص طبي أن لديه مبايض وأنه كان يحيض منذ أكثر من 20 عاما. وكان الرجل الذي أطلق عليه الاسم المستعار تشينلي لحماية هويته يعاني من مشكلات بولية متكررة، وتم تشخيص حالته في البداية على إنها الزائدة الدودية بعد أن اشتكى من ألم في البطن ووجود دماء في بوله. وخضع تشين الذي ينحدر من بلدة صغيرة في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين لعملية جراحية لتصحيح التبول غير المنتظم خلال فترة البلوغ. ومنذ ذلك الحين ولأكثر من 20 عاما ظل يعاني من وجود دماء في بوله. وعندما عانى تشين من ألم في البطن استمر أكثر من 4 ساعات، شخص طبيب حالته بأنه مصاب بالتهاب الزائدة الدودية. مع ذلك وحتى بعد العلاج استمرت الأعراض، ولم يتم الكشف عن السبب الحقيقي لحالته إلا بعد إجراء فحص طبي واكتشاف أن لديه كروموسومات جنسية أنثوية، وأن خروج الدم في البول وآلام البطن ناتج عن الدورة الشهرية، كما عثروا على مبايض ورحم. وكانت مستوياته من هرمون الذكورة أقل من المتوسط، بينما كانت مستويات الهرمونات الجنسية الأنثوية والمبيضين مماثلة لتلك الموجودة لدى النساء البالغات. وتم تحديد شين في النهاية على أنه ثنائي الجنس لأن لديه الأعضاء التناسلية الذكرية والأنثوية.